امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع ضم كل من دكتور مصطفى مدبولي القائم باعمال رئيس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجيه والداخليه والعدل والماليه والتموين، بالاضافه لرئيسي المخابرات العامه وهيئه الرقابه الاداريه. تم خلال هذا الاجتماع عرض الإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المعنية استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد، التي تشمل زيادة تأمين المنشآت الحيوية والكنائس بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين. كمان شهد الاجتماع استعراض لجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في مختلف منافذ البيع والأسواق بأسعار وكميات مناسبة، فضلا عن تأمين المخزون الاستراتيجي منها. أيضا أشار سيادة الرئيس إلى أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتوافر مختلف السلع الغذائية بمنافذ البيع بالمحافظات المختلفة، ولا سيما بالصعيد والمناطق النائية. معنا هاتفيا الأستاذ ضياء الحجري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخيرات أستاذ ضياء، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك وأنت بكل خير إن شاء الله وكل المصريين إن شاء الله. يا رب، آمين يا رب. حابين نعرف تفاصيل أخرى عن هذا الاجتماع، يعني زي ما ورد في الخبر في متابعة للتأمينات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد، متابعة كمان لتوفير السلع في كافة المنافذ، إيه الملفات الأخرى أو الموضوعات الأخرى اللي تطرق إليها سيادة الرئيس مع المجتمعين في هذا الاجتماع؟ تمام، يعني هذا الاجتماع أساسا يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة يعني إلى التأمين وشعور المواطن بالأمان وتوفير السلع الأساسية والغذائية. وكل ذلك هناك يعني توصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمختلف المحافظات، خاصة يعني المناطق الصعيد والمناطق يعني المحرومة، وذلك تسهيل حصول المواطنين على الغاز الطبيعي بدلا أن يعمل لجوء إلى أنابيب البوتاجاز التي يعني تكلف الدولة أموال طائلة في استيرادها. دي نقطة. في نقطة أخرى مهمة وهي متابعة جهود الدولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة أشكالها مهما كانت هذه التعديات ومهما كان مكانها. بعد ذلك جاء يعني متابعة التعديات يا فندم على الأراضي، الملف ده وصلنا فيه مهم جدا. يعني وصلنا لغاية فين فيه؟ لأنه من فترة كان تم الإعلان على عدد أو ما تم التوصل إليه من أراضي تم استردادها مرة أخرى للدولة، وصلنا لغاية فين يا فندم في هذا الملف؟ تمام، يعني هذه الجهود هي سائرة، وطبعا هناك يعني مستشار رئيس للمشروعات القومية الكبرى المهندس إبراهيم محلب. أيوة. يعني ضم لجنة كبيرة جدا وهو يقوم بجهود يعني حثيثة في هذا الصدد، ويتم الإعلان بشكل دوري عن كل هذه الأراضي التي تم استردادها، وهي يعني حوالي يعني مليارات المليارات من الجنيهات تعود إلى خزانة العامة للدولة، بدل من يعني أن تقوم بعض الأفراد وضع أيديهم عليها بدون وجه حق. هذا يعني هذه مسألة مهمة وقضية مهمة جدا، وإن شاء الله يعني في الأيام القادمة يعني سيكون هناك يعني تقدم كبير في هذا الملف. تمام. أيضا هذا الاجتماع تابع يعني الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها، ورأينا يعني في الأيام الماضية كيف أن رئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من هذه المشروعات، وسيتم مستقبلا افتتاح مشروعات أخرى. الرئيس يعني وجه بالانتهاء من تشغيل جميع المشروعات متعثرة، مع أنه نعلم أن هناك بعض المصانع المغلقة لأسباب كثيرة متعددة، منها يعني نقص التمويل، ومنها يعني بعض يعني التعثر الفني والاقتصادي. هذا الرئيس يعني وجه بأن يتم خلال عام واحد، وهذا يعني شيء جديد. يعني هناك يعني فترة زمنية ومهلة، في سقف زمني أنه إن شاء الله خلال عام زمني كل المشروعات تمام المعطلة المتعثرة يتم مرة أخرى إحيائها مرة. تمام. في نقطتين مهمين أيضا سأقولها يعني في عجالة عشان وقت البرنامج. أول حاجة يعني هو يعني إفاد لجان تقرر إفاد لجان متخصصة لاستخراج بطاقة الرقم القومي تمام وغيرها من الوثائق للجاليات المصرية الموجودة في الخارج لمساعدتها على إدلاء بأصواتها في الانتخابات المقبلة، وهذا شيء يعني مهم جدا. ثاني شيء الملف الآخر هو أن رئيس عبد الفتاح السيسي استمع خلال الاجتماع إلى تقرير من سامح شكري وزير الخارجية حول زيارته الأخيرة لأثيوبيا ولقائه مع رئيس وزرائها وعدد من المسؤولين هناك وتطورات المفاوضات حول سد النهضة. وفي هذا الإطار أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة
التواصل مع كل كافة الأطراف المعنية، لأن هي ليست أثيوبيا فقط، صحيح. هناك أطراف أخرى في حوض النيل ومن السودان ومن أوغندا وعدد من الدول الأخرى. جميل. وأن يكون هذا الملف يعني سخنا طبعا، هو ملف طبعا يتصدر اهتمامات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامات كمان السياسة المصرية الخارجية. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، أستاذ ضياء الحجري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.